نيجي بقى يا جدعان لاهم حاجه في الاكونت كله، الام 4 الثلجي ماكس. يا صاحبي ماكس. السلام عليكم يا اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امصلو فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ثاني حاجه يعني انتوا عارفين ان امصلو شغال في عصابه سرقه الاكونتات. ايه عصابه سرقه الاكونتات دي؟ النهارده يا جدعان اخوك امصلو سرق حساب مومو. اللي ما يعرفش مومو يا جدعان، مومو ستريمر بيستريم كل يوم على الفيسبوك يا جدعان، داخل على 100,000 بسم الله ما شاء الله. وطبعا يا جدعان مومو ده اخويا وحبيبي وراجل جدع ومحترم وكل حاجه. بس المميز في الاكونت يا جدعان، بصوا، ام 4 الثلجي ماكس. بس ثانية واحدة، ثانية واحدة. طبعا يا جدعان كلنا مستنيين ان سيزون 19 ينزل بكره، عشان كده انا النهارده جاي اكلمكم عن بيدج جيمنج ديفيجن. بيدج جيمنج ديفيجن يا جدعان بيدج متخصصه في شحن الالعاب الاونلاين زي ببجي وفورتنايت. كمان متوفر في البيدج يا جدعان كروت بي اس 4 واكس بوكس، امازون، ايتونز وجوجل بلاي. كمان يا جدعان اللي بيميز بيدج جيمنج ديفيجن سهوله الدفع، تقدر ان انت تدفع عن طريق فيزا او ماستر كارد او فوري او فودافون كاش. وطريقه الدفع سهله جدا، بتخش تتواصل معاهم على بيدج وتبعت لهم مسج. في فريق كامل يا جدعان موجود 24 ساعه، حتى بص الفيس بيقول لك ايه، سريعه الاستجابه لدرجه كبيره، يعني صاروخ هيرد عليك من قبل ما تكتب المسج، هيرد عليك في ساعتها يعني. والشحن يا جدعان الرويال باس العادي عندهم ب 160 جنيه، يعني ارخص من الموقع الرسمي ب 30 جنيه، يعني هتشحن السيزون وكمان هتستفاد من الحوار ده. وبس يا اخويا هتلاقي بقى اللينك بتاع بيدج جيمنج ديفيجن تحت في الوصف او في التعليق المثبت. احب اشكر جيمنج ديفيجن على رعايتهم لحلقه النهارده. فبس يا صاحبي ما تنساش بقى قبل ما الفيديو يبدا تنزل تدوس لايك، عايزين نوصل الفيديو ده في اول يوم يا جدعان 4000 لايك. انا عارف ان انتوا قدها يا اخواتي والله هتعملوها، ولو انت سالك يا اخويا انا عارف ان انت سالك والله، هتنزل تعمل اشتراك حالا وهتفعل زر الجرس عشان انت بتحب اخوك امصلو. شوف يا جدعان، اول حاجه مع اللبسه المفضله لكل الناس بتلعب ببجي، الموميا. يا جدعان الموميا دي حاجه بص بالاخر كل الناس بتحبها اكيد. فمعاه الموميا ومعاه ايه تاني يا ربي، معاه لبس بتاع سيزون 5 اللي هو كان في الار بي. يا جدعان كان في الار بي بتاع سيزون 5 زمان، كنت انت بتختار ما بين لبسه والتانيه، لا لبسه باتمان او لبسه المحارب دي، بس لبسه باتمان كانت احلى الصراحه جد. ده لبس سيزون 6 طبعا كلنا عارفينه، ولبس سيزون 7. طب بص يا جدعان الفستان ده فين؟ استنى تعالى انا الفستان ده يعني، بص الفستان ده عامل ازاي يا جدعان؟ جدعان اقسم بالله الفستان ده جامد بجد. لا 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 الفستان ده جامد جامد قوي كمان. حلو نكملوا مسيرتنا بقى في الحلاوه دي. طب ده طبعا بقى لبس سيزون 8، لبس سيزون 11، لبس اترو. اترو جامد يا جدعان، جامد جامد والله العظيم جامد جامد. استنى بقى هنخش بقى في الماسكات هنشوفه معاه ولا لا. لبس سيزون 12 13 14 15 16 17. طبعا يا جدعان كلنا عارفين لبس الار بي ده. طبعا في فرعون الصغنون، بص ده فرعون، ده مش فرعون ماكس بقى، ده فرعون صغنون صغير كده. فطبعا معاه الفرعون، بس هنعرفه برضه هو ليفل كام الفرعون ده. معاه اللبس ده لو انت حظك فقري. ده يا جدعان انا مش عايز اطول بقى في اللبس اللي هنا ده، ده مثلا اللبس ده نادر قوي، اللبس سيزون 5 ده. واللبس دي يا جدعان كل السعرات لو لقيتها فيها اقول لكم، اللبسه دي جميله جميله بجد يا جدعان، اللبسه دي انا بحبها قوي، مش عارف بي انا وهي حب كده مش عارف يعني، فاهم؟ لبس سيزون بقى 6 لبس الارنوب ده برضه جامد حلو. ايه ده ايه ده، ايه اللبسه الغريبه دي؟ والله اول مره اشوفها. حلو بقى هي تقريبا هنا مفيش لبسات مميزه كتير، فاهم؟ في هنا ايه يا ربي، هنا مثلا في اللبسه دي بتاعه الام 4 اللي هو بتاع السحليه، بس تقريبا مفيش لبس مميز تاني غير مثلا اللبس ده وده. حلو هنا تقريبا مفيش لبس تاني. حلو يا جدعان، فبصوا بقى اللي عاجبني كامسولو بصراحه الموميا والفستان الجامد ده ولبس قطره بصراحه، ده هو وفرعون الصغنون، ده اللي انا شايفهم بالحساب كله الصراحه. نيجي بقى للهلمت. طبعا يا جدعان زي ما انا قلت في اخر استعراض الحساب المسك فاشون ده، الهلمت دي جميله بجد يا جدعان. هو هلمت معاه بتاع حوالي 3 1 2 3 4 5 6 7 3 في 7 ب 21. شفت انا عارف جدول الضرب وبتاع، فهو معاه 21 هلمت. بس اكتر هلمت عجبتني كامسور له بصراحه هي الهلمت دي، الهلمت دي جميله. نيجي بقى للكبات طبعا بتاع سيزون 6 بتاع 11 13 15 14 17 16. طبعا معاه الارنوب بتاع سيزون 2 ده قديم قوي قوي قوي، ومعاه البتاعة دي كده، البتاعة دي نادرة برضو. ومعاه ايه تاني هنا مميز يا ربي؟ طبعا الشعر ده عادي، هنا تقريبا مفيش حاجة مميزة تاني. لا هنا تقريبا مفيش حاجه مميزه تاني زي ما انتم شايفين يا جدعان كده. يبقى النضارات ما تقريبا ما ممكن النضاره دي، والله حلوه
والله حلو، بس ثلاث نظارات اسطوري وبس، كيفش اي حاجه ثانيه مميزه. نيجي بقى يا جدعان للمسكوت، بصوا البتاعه دي نادره وانا بحبها الاخ، فدي اكتر حاجه في المسكوت عجبتني. يلا يا جدعان البتاعه دي، الوش ده نادر قوي يا جدعان، الوش ده نادر قوي قوي يا جدعان بجد. ايه ده يا جدعان بجد والله الاكونت ده فيه شويه حاجات نادره. ايه ده ماشي، بس بصوا الوش ده نادر وكل حاجه، بس مش عارف حاسه مرعب كده. ايه ده، فانا احطه ايه بتاع دي احلى. نيجي بقى التيشيرت، مفيش اي حاجه مميزه غير التيشيرت ده، وطبعا التيشيرت ده مش حلو. ايه ده، وبس ده جاي مؤقت، وهنا ما فيش اي حاجه مميزه في التيشيرتات. يعني الشنط بقى اتفرج يا صاحبي، اجمد شنطه في اللعبه من الاخر، محدش عارضنا كده، مفيش اجمل منها، مفيش اجمل من شنطه الفرعون. شنطه الفرعون رقم واحد في اللعبه، وطبعا والشنطه دي، الشنطه دي جامده برده السودا دي، بس شنطه الفرعون التوب. يعني بقى كان كل الشنطة اهي زي ما انتم شايفين، بس انا كام سولو بصراحه شنطه الفرعون التوب دي. البناطيل مفيهاش اي حاجه مميزه خالص. نيجي بقى يا جدعان لاهم حاجه في الاكونت كله، الام 4 الثلجي ماكس. اه يا صاحبي ماكس، لما نخلص استعراض بتاع الاكونت هدخلكم على اللاب اللي هو المختبر واوريكم الاسكنات دي متطوره ليفل كام. تعال ناخدهم من فوق. اول حاجه معاه 6 سكنات للاي كي ام، ومعاه الاي كي ام اللي هو بتاع الديناصور ده، اسمه ده يا ربي مش عارف والله متطور ليفل كام، لان اول مره افتح الحساب والله. وهنا بقى معانا 4 ام 16، وهنا معانا 9 اسكار، بس ده احسن كده، بس ده احسن سكن طبعا. وهنا جاب نيجي، وهنا معاه 6 ام 4، معاه الجوكر مش عارف متطور ولا لا، ومعاه الام 4 التلجي ماكس. نيجي بقى للجروزه، معانا الجروزه اللي بتتطور، الاي يو جي معانا 5 اي يو جي، معانا كيو بي زد معانا 4، معانا الام 7 يا قلب اقسم بالله الام 7 يا جدعان ده جامد جامد. ده بقى نيجي البولت اكشن، طبعا يا جدعان دي الكار، الكارات معاها 10 كار، بس الكار دي جميله قوي، جميله يا جماعه، السكن ده جميل قوي بصراحه. ام 20 بقى معاه 3، الام معاه 4، ومعاه 2 للايه للوين. حلو، نيجي بقى للاس كي اس معانا 1، الفي اس اس معانا 3، الميني معانا 4، الام كي معانا 1، والاس ال ار 2، والكيو بي يو 2. الاوزي معانا اوزي اللي بيتطور، وليفل 6 ليفل 6 ايه، معانا 6 اوزي قصدي. معانا 3 يو ام بي، يو ام بي قديم من سيزون 5 ده. معانا الفيكتور معانا 3، معانا التومي جان معانا 2، ومعانا بايزون معانا 1. حلو، شوت جرنات 2 شوت جرن من طلقتين، 1 من ابو 5، 1 من اس 12 كي. بكيسي معانا 3، ومعانا الدي بي اللي بيتطور. ايه يا اسطى يا جدعان والله، بستولات طبعا مش عايزين منها حاجه. الطاسات معانا 14 طاسه، بس طبعا 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 يعني الطاسه دي احلى واحده. ومعانا واحده سطور واربعه مش عارف ايه ده، لا ده سطور، معانا سطور واحد اهو. نيجي بقى لسكنات العربيات، معانا 2 جيب. حلو، بس الجيب دي لا دي احلى يا جدعان عشان دي قديمه. اه ومعانا واحد سكن يا جدعان اللي هو سيزون 8 اللي هي الجيب المفتوحه دي، حلو يا لهوي يا جدعان الجيب دي جامده، قصدي السيدان ايه الداسيا دي جامده قوي، حلوه. ومعانا بتاع حوالي 5 داسيا، بس دي احلى واحده الصراحه. معانا 5 موتوسيكلات، ومعانا واحده من ام 3 دي، ومعانا 4 باجي، وطبعا الباجي دي نادره قوي من سيزون 5 برضه، يعني حاجه نادره 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 يعني. بس ومعانا 3 اتوبيس. ايه ده، ومعانا توك توك، معانا سكن توك توك يا جدعان. على سكن توك توك. بس نيجي بقى للرقصات يا جدعان، معانا بصوا يعني رقصات للصبح، فاحنا قعدنا رقصات من هنا لبكره يعني فاهم، مش هنخلص منها يعني. مثلا ممكن الرقصه دي تبقى مميزه في الرقصه بتاعت اترو، بس ايه ده تمام ماشي معاك انا الحوار ده، اهي رقصه اترو يا جدعان جامده جامده يا جدعان قوي. والرقصه دي برضو باب 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 بابارارا بابارارا ابو توكوسيتا توكوسيتا بس يا جماعه دي الرقصات زي ما انتم شايفين يعني، فاحنا مش هنطول ياما في الرقصات بصراحه. نيجي الام في بي معانا هنا 8، الاصوات مش عارف معاه صوت محمد هنيدي جابه ولا لا، لا ما جابوش، ما جابش صوت محمد هنيدي. الطيارات معانا طياره بتاع سيزون 5 اللي هي الكريستال القديمه، ومعانا 3 3 3 3 3 ومعانا 16 سكن طياره. باراشوتات بقى معاه ايه ده، معاه باراشوت الفرعون ومش حاططها يا اخي يا اخي يا اخي، انت بتعمل ايه يا عم، باراشوت الفرعون يا عم، معاه باراشوتات رايقه، بس كل الباراشوتات يا صاحبي هي باراشوت الفرعون التوب بصراحه. النيدات بقى معاه ايه، معاه معاه النيد بتاعت الفرعون برده ومش حاططها، ومعاه سكن ومعاه سكنات سموك برده معاه 5، ومعاه 6 نيد. حلو،
هنا بقى يا صاحبي دايما مفيش اي حاجه هنا مميزه، ماهوش اي حاجه هنا. نيجي بقى ايه نشوفه معاه صقر. لا ماهوش. معهوش صقر. معاه بقى تعال نشوف بقى السكنات المتطوره ليفل كام. حلو معاه الاوزي اساسي والايكي ليفل 2 متطور كيل افكت، والام 7 ليفل 3 ناقص له ماتيريالتين، ناقص له 2 ماتيريال على الكيل مسج، والجروزه متطوره ليفل برده، والدي بي متطور ليفل، والام 4 اساسي بس الام 4 التلجي ماكس. بس يا جدعان بس ده اللي في الحساب من يا جدعان، ام 4 تلجي ماكس يا جدعان، اول مره في حياتي هجرب الام 4 التلجي يا جدعان، يعني متحمس متحمس جدا والله. يلا بينا على الله. هنا بقى ايه تاني؟ فيا جدعان باذن الله بكره هنجرب الام 4 التلجي ماكس، الماكس يا جدعان. فما تنساش لو انت ناوي تشحن السيزون بقى تبص تحت على اللينك تحت. بس كده كانت دي كل حاجه في الفيديو النهارده.